ما الحكم في رفع اليدين في الدعاء وأين يكون ذلك؟ رفع اليدين في الدعاء سنة وهو من أسباب الإجابة، يرفع يديه عند الدعاء إلا المواضع التي ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا ولم يرفع يديه فيها، مثل الدعاء في التشهد، دعاء في التشهد في الصلاة، الدعاء في خطبة الجمعة، لا يجوز رفع الأيدي في خطبة الجمعة في الدعاء، إنما هذا في الاستسقاء، في خطبة الاستسقاء ودعاء الاستسقاء يرفع الإمام يديه والمأمومون أيضا يؤمنون ويرفعون أيديهم في الاستسقاء. أما دعاء الجمعة في الخطبة هذا لا ترفع فيه الأيدي لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك بعد الصلاة الفريضة لا ترفع الأيدي بالدعاء بعد الفريضة، يدعو بدون رفع يدين لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد صلاة النافلة فلا بأس. نعم.